خير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش تتعاودوا؟ اموركم هانيه؟ كي درتوا مع هاد الصهودات؟ انا الموت عندي في الدار، ما نعاودش لكم. كاينه الحراره الحراره سورتو لو سوار تنحسوا بها، وعندي الصباح تضرب لي الشمس في الصالون، يعني الصالون كامل الشمس، عرفتي راه ضاربه تل تقريبا تتوصل ليا حتى الفوطيات، يعني هاد البلاصه تتكون عندي سخونه. باغ كونطخ بيت الدراري والكوزينه تتكون مبرده، العشيه الكونترير، العشية عندي بيت الدراري تتكون فيه شعلة العافية، وعندي عاوتاني البيت نعاس، وهنايا تيكون عرفتي بيت نعاس تيكون فيه العاصفة في البالكون تخرجي طيري، يعني عندي في الصباح هنا وفي العشية هنا. دابا أنا جالسة في هاد الوقيتة هنا، منعاودش لكم الحرارة القصوى. إوا هادشي مكانش راجل، مازال مسنبغيش نحلهم، لأن مازال مدرتش لهم واحد لو تخيك حتى نشاركو معاكم. أنا دابا راه تيتصاوب، غير غنجيبو نلصقو ونشاركو معاكم على قبل المشيشات. وليت تنخاف أنهم يطيحو ليا، راكم عرفتو أشنو داز عليا شحال هادي. دونك ما بقيتش نقدر نحل الشراجم نهائيا، ميم البالكو ديال بيت نعاس تنبغي نحلو، تنسد بيت نعاس عاد تنحل البالكو باش ما يخرجوش ليا ليه. دونك هنا حتى ندير واحد لو تروك وعاد نشاركو معاكم، عاد نقدر نبدا نحل شويه نتنفس. ايوا هادشي مكان نهار جديد وفلوق جديد. اليوم جايه عندي صاحبتي، هي وليداتها، ديك صاحبتي اللي دائما انا هاجم عليها وهي تجي مره فاش ولادي تفرحوا ملي تكون جايه عندهم. تيموتوا عليها وليداتي صراحه، يعني وحتى هي ولادها تيموتوا عليا انا، يعني نهار تنمشي عندهم راه بحالي ما عرفت اشنو وقع عندهم في داك النهار، بحال عندهم شي عيد. دونك عيطات ليا هي البارح في العشيه، قالت لي راه نقدر ندوز عندك انا ولادي اليوم، ماما غتجي تغدى معايا. صافي فقت اليوم، قديت الدنيا حتى نشارك معكم الدار. المهم جمعت الدنيا طرفتها، غادي نصيب واحد الكيك كيكه، وهاد الكيكه هادي جبدات لي الصداع في التعاليق. شحال من واحد قال لي كيكتك زوينه، شحال من واحد قال لي عطينا المقادير، هي كيفاش ثلاثه البيضات؟ واش هادي اومليطه؟ تتقول لينا هادي كيكه ديال ثلاثه البيضات، وعطينا المقادير لالا. وعلى قبلكم نتوما غادي نعاودها، هي اللي غندير نيت اليوم ونشاركها معكم باش تشوفوا المقادير اكزاكت. صافي بالنسبه للغدا، هاد صاحبتي نهار تكون جايه عندي تتقول لي ما دير لي لا طاجين لا مرقه، لا ما بغيناش، بغيناش حاجه غير خفيفه صيفيه. اخر مره فاش كانت جات عندي كنا درنا غراتان ديال لي بات بلا داند وبلا صوص بلونش والبيشاميل وداكشي، صافي داكشي اللي كلينا مع المناضه والديسير وصافي. اليوم عاد انا غندير غير حاجه خفيفه، هي تتقول لي نهار نجي عندك حنا بغينا بحالي تنتغداو، حنا حاسبين راسنا بحالي جالسين في شي ريستو ولا في الزنقه ولا في شي سناك ولا في داكشي اللي غادي ندير. المهم غندير غير شي حاجه خفيفه صافي. البنات انتم اليوم غدوزوا معايا النهار ديالي، لبست هاد البيجامه هادي هكا مبرده صراحه، وليت تعجبوني هاد البيجامات. قالت لي واحد البنت داك النهار في الكومونتير، واش انتي مازال عندك العيد الكبير؟ مازال لابسه المساند الرسمي؟ هذا راه ماشي غير ديال العيد الكبير، راه المساند المغربي، ماشي كاع الناس تيلبسوه في جميع الاوقات في جميع الاماكن. المهم لبست عاوتاني هادي، عقلت على هادي البنات، كنت شاركتها معكم داك العام فاش كنا في سيدي بوزيد، كنت شريتها من جديده، لبستها في سيدي بوزيد نيت، كنت شريتها ولبستها نيت تما، وعاوتاني جات الوقيته ديالها مبردين وخفاف، وتحسي براسك اليز ملي تكوني تدوري بيهم. ايوا هادشي ما كان، هضرت بزاف ياكو، هضرت بزاف، يلا نوضو نخدمو باكا من الهضره. صافي البنات الدار مجموعه دابا، قديت كلشي صراحه، دوزت غير لاسبيغاتور ما جففتش، لان عارفه مع الوليدات الصغار غادي يجيو غتكون الروينه وغيلعبوا، دونك با لابين باش نجفف. شفتوا بيرلا تقول لكم صباح الخير، صباح الخير بيرلا. البنات عطيوني شي حل لهاد لا سالا مونجي، وليت حاطاها في قلب الصالون، عرفتي ما سخيتش بيها، وراكم شفتوها نفعتني في العيد الكبير، والله تنفعاتني. مازال بربعات الكراسه ديالها، هي الطابله زوينه مازال صحيحه صراحه، الكراسه اللي تشنتفوا ليا راكم عارفين مع المشاش، ولكن انا راه ما سخيتش بها، والله ما سخيت بها، ومضيقاني في الصالون كيف تتشوفوا. ها نتوما شوف كيفاش جايه في الصالون، حطيتها غير في الجنب، ما عنديش فين نديرها وما سخيتش بها، كنت خديتها البنات ب 3000 درهم، وما عرفتش ما عرفتش واش نحيدها عليا نبيعها ولا نخليها هنا ما ضراش،
قولوا لي الرأي ديالكم عافاكم في التعليق. ايوا صافي هادشي ما كان. هيا سناو تاهي تقول لكم صباح الخير. صباح الخير سناو، صباح الخير سناو. تقتلع الصهد تبقى قاصه غير في الارض. صافي بيت ناس حتى هو راه مجموع. هادشي ما كان البنات، شكون يقدر يفطر بحال هكا فطور سك؟ ما يدير معاه لا اتاي لا حليب لا والو. واش كاين شي واحد بحالي ولا انا اكسترا تيريستر؟ دابا انا كلت مسمنه بحال هكايا وعسيله وصافي. الوغ فينالمون قررت انني ندير دي ساندويتش ديال الكفته مع السلطه وداكشي. نعمرو دي ساندويتش بحال هكا غديوه مبرده. بطبيعه الحال كما قلت لكم هي ما باغاش المرقه والطاجين وداك الشيء، طلع لينا كلنا في الراس صراحه. دونك هادشي اللي غادي ندير، ساندويشات مناضه معها السلطه. واخا السلطه راه ناكلها غير انا وياها، وما غادي يديروا غير الدراري، غادي يديروا غير الكفته ولي صوص لي صوص لي صوص لي صوص لي صوص وصافي. هادشي اللي يديروا الدراري في الخبز، كفته ولي صوص. يلا نبداو. دونك انا قطعت شويه ديال الخس، غنزيد عليه الزيتون قطع، ونزيدو عليه بصيله، تجي زوينه هاد الحمره هادي في لي ساندويتش وفي السلطه اون جينيرال. ونزيدو عليه مطيشه. ندير معاه شويه ديال زيت العود، نجيبو مليحة البزار شوية ديال الربيع، وغادي نخلط كلشي غير بيدي. هادي غنسدها واحد الفيلم اليمونتيغ وندخلها للثلاجة حتى نبغيو نقربو ناكلوها ونجبدها ما تكونش باردة بزاف. هادشي ما كاين، غنديرها فهاد الصالادي. نخليها هنا، غادي ندير فريت. المهم راه قطعت اون بون كونتيتي، الا ما بان ليا داكشي قليل غنزيد مازال، غير ما بغيتش نقي حتى نقطعها بعدا ونشوف. غنزيد مازال البنات البطاطا، راكم عارفين الدراري الصغار مع البطاطا وحتى الكبار، مشى الدراري الصغار غادي نزيد. هادشي بالي ما كافيش. هاك فيت البنات درت فيها لي قامه، درت فيها مليحه البزار كمون شويه ديال التحميره وشويه ديال الكزبر ومعدنوس وصافي، خلطتهم ودرتها كريصات بحال هكا. شوفوا البنات بيرلا لقات شي بيجامه ديالي ولا حوايجي، شو كتبقى دير ليهم؟ شو تبقى معنقاهم وناعسه معاهم وتتبقى بحال اللي تتعجن فيهم بحال هكا. قال لك هاد الحركه هادي تيديروها لي الشا ملي تيكونوا تيرضعوا من ماماهم وتيكبروا، تيبقاو يديروها الا ما شبعوش من ماماهم، يعني كانت ماتت قبل ولا تخلات عليهم ولا خداهم شي حد قبل ما يشبعوا من ماماهم في الرضاعه، تيبقاو يديروها حتى تيكبروا. شنو زعما دابا ان تتخيلني ماماها زعما؟ شو كي تتبقى دير.
الوغ بالنسبه للكيك غنحتاجو 3 البيضات، غادي نحتاجو كاس ديال السنيده، كاس لاروب ديال الزيت، يوغورت اولا دانون، جوج خمارات، انا غير عندي هاد شويه بقى هنا توا غنزيدو، وواحد صرشيه ديال الفاني، نوتيلا اللي غادي ندير داخل في الكيك، والدقيق بيان سور، قبيصه الملحه. قبيصات الملحة، ساشي ديال الفاني، والكاس ديال السنيدة، وغنطرب كلشي بالطراب الكهربائي غير واحد شوية ماشي بزاف، انا نقطع الفيديو باش ما يكونش صداع ونرجع لكم. هانتوما الخليط غير في حركة غير على ما يذوب لينا السكر، عاوتاني غادي نبدا نزيد دابا الزيت ونطرب او ميم طون غير على ما يتخلط ليا الزيت ونحبس. دابا غادي نزيد دانون، نخلطو عاوتاني كلشي، غادي نزيد الخمارات، هادي راه كنفا غير شويه ما بغيتش نخليها محلوله غير حتى هي نزيدها، ما اللي عندكم غير جوج خمارات راه كافيين. ونبدا نزيد الدقيق ديالي، انا غنقول لكم شحال دخل ليا اكزاكتومون، هانتوما البنات بالنسبه للدقيق دخلت ليا 11 معلقه عامره بالدقيق، 11 خاص تكون لا كونسيستانس دايره هكا حركة. صافي دابا جبت هنايا المول ديالي درت فيه البابيي، غادي نخوي تقريبا نص ديال الكيك، ومن بعد لداخل غادي ندير شويه ديال النوتيلا ندوزها في الوسط بحال هكا، هادي تتبقى اختياريه، بغيتو ديروا غير الشوكولا عادي ديروه، كل واحد على حسب الذوق، بغيتو ما ديروا والو ما ديروهش، غير هي تجيني انا مذاقها احسن من الكاكاو، وحتى ولادي تتعجبهم. نحاول ما نضيعش هادشي اللي في المعلقه، حشومه حشومه. ودابا نكملو النص الثاني،
من بعد واحد ناخذ واحد العود فحال هكا ديال الشوا وغنديرها صافي. الفوق غنزينها بشويه ديال اللوز ايفيلي. عندكم قرقع، عندكم اللوز ما عرفش مكسرات ديروهم، انا بوغ لانستون عندي غير اللوز ايفيلي. وصافي غندخلها للفران راه حتى يسخن، نمسحوا هاد الروينه اللي درنا. عرفتوا البنات قبيله تنصايب معكم الكيك، والحاجه اللي ساليت منها تندوز نغسلها باش نقطع على فيديو، تندوز نغسلها ديريكتومون باش ما يتجمعوش عليا هكا. لما العدويه هو لافابو يكون عامر. ما عرفتي خويت الدنيا، عدويه هو لافابو يبقى عامر عندي. قديت البوطاجي كامل، ها هي الكيكه ديالي وجدات. زوينه البنات، نتوما غادي نديرها هنا ونخليها تنشوف واش ندير عليها الشوكولا من الفوق ولا نخليها غير بحال هكا. هيا البنات، هنا البنات درت شوكولا ولي خلطته مع الشوكولا وكو كاراميل وغنديرو من الفوق، ذوبتو ها هما اسماعيل و اسامة تيلعبو في البلاي. مكاينش الطامبور جايز. ايوا هنايا جانا الجوع، مع ديجا انا ولادي ما فاطرينش وحتى هي ولادها ما فطروش، بقاو الفرحه ما فطروش. دونك هنايا بديت نقلي الكفته، وهنايا درت فريت. صراحه ما بغيتش نديرها في اير فراير، ما غاديش تعجب الدراري، ولا ما قلت نديرها في الزيت وما تيبغيوها بحال هكا، تجيهم بحال ديال الزنقه. حنا دابا في المحلابة، هاد المحلابة مولاتها مرا تتعرف تصرع هادشي مزيان، تتقطع ليك الخبز على النص بحال هكا، تسهل ليك الأمور، دير ليك لي صوص. ومشكل ساعة مع هذا ديال إيناس، هذا سانك إطوال. إيوا هنايا الأطفال يأكلون، واحد واخد الساندويتش ديالو. عمرتي ولي 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 تعمر. وهنا صافي من بعد ما سالينا الماكله صافي جيت ندير هنايا الماعن في لافيسيل ونجمعوا داك الروينه. ولكن جات الغدا لذيذه والله العظيم، جات لذيذه، لي ساندويتش باردين وزوينين. وهنا صاحبتي ناضت تضرب واحد المسيحه لهاد البوطه، مع ولات حالتها في راه قلينا فيها شحال من حاجه، راكم عارفين الزيت ديال الفريت ومع الكفته ولات حالتها. قالت لي غندوز لك عليها فيت في باش ما تبقاش هكاك. ايوا هادشي ما كان.
ومني سالينا مشينا جلسنا وبدات تدير الخدمه ديالها حيت هي تدير التنبات. المهم جبت معاها كاع داكشي، قالت لي جالسين نهضروا نكمل الخدمه ديالي. تدير التنبات زوينه البنات، هذه هي خدمتها. جبت معاها لا كوموند اللي عندها، قالت لي باش ما نضيعش الوقت. صافي هنا جلسنا تنهضروا تنضحكوا وهي تتقاد داكشي ديالها باش غتبدا تخدم. والدراري راه جالسين في لا شومبر تيلعبوا، وانا وياها جالسين هنايا في لي فوتوي، وهي تخدم وانا تنصد على راسها. ما خليتهاش تخدم في هدوء، ما خليتهاش تركز. هادو عليهم راه بغيت ندير لهم البيض ما بغاوش، ضحكي والله. حتى قلت لها ندير لك البيض بالسلوق، قالت لك لا 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 ديري لنا زويته ودير لنا فريميجه. ها نتوما كيكه كاينه، وقالت لك كيكه كاينه. المهم انا راه درت اللي عليا، شهدوا.